أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم ليلا تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مجمع لدينا مختل وآيات لملأت الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلم من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وَآيَاتٌ لَّمَن حَمَلَ ذُرِّيَّةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا مَتَاعًا لَّهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِي مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفي في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرنا كذا في الخلق فلا يعقلون وما علمنا شرا ما ينبغي لنا إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان إلا حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمن ركوب ومن ياكل ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يلزم وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الدار والمراد والبراق والألم ضعف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر تجا صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم
Jamilishiyam shabilumam sahibil judi wal karam Wallahu asimu wal ibrilu khadimu wal buraqu markabu wal mihraju safaruhu Wasidratul mantaa maqamu wa qabaqu sayni matlubu wal matlubu maqsudu wal maqsudu mawjuduhu سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سرار السالكين مصباح المقربين مغب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلي واصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر قالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر قالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله فسند الجميع حصاني صلوا عليه وعلي واصحابي وسلموا تسليما